دور الإعلام ممتاز. أنا أعتقد أكون صادق معكم، السنة هذه أنا صراحة أرفع لكم العقال، يعني تشتغلون معنا أول بأول، تغطيتكم ممتازة جدا، 100% لا تترددون إذا احتجتوا دورات تدريبية، إحنا ندرب زملائكم ونمدهم بكل المعلومات اللي يحتاجونها. المعلومات ترى متوفرة على موقع الوزارة، على موقع الهيئة، ولكن إذا احتاجوا معلومات إضافية إحنا جاهزين إننا نعقد معهم دورات زي ما عملنا في الاجتماع اللي عملناه يوم أطلقنا حملة الصيف. ف يعني نيابة عنكم أشكر معالي وزير الإعلام، شكرا معاليك، حقيقة تعاملنا مع الإعلام السنة هذه مختلف تماما ودعمهم لنا لا محدود، فأشكركم وأؤكد لكم بدونكم ما نقدر نشتغل.